حفلت في بطولة كأس العالم للأندية بالأرقام القياسية التاريخية التي يسطرها المارد الأحمر في مشواره نحو العالمية التي يستحقها عن جدارة بسجل بطولاته الكبير على الصعيد القاري والعالمي. وبعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة والتتويج بالبرونزية، أصبح النادي الأهلي أول فريق يتوج بثلاث ميداليات برونزية في تاريخ كأس العالم للأندية، كما كان الفوز بالأربعة هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولة العالمية. وأصبح الأهلي ثالث أندية العالم وقوفاً على منصة التتويج بالميداليات بعد ريال مدريد الحاصل على أربع ميداليات ذهبية وبرشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية والأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية. كما شهدت تلك النسخة رقماً جديداً للأهلي الذي أصبح ثالث الفرق تحقيقاً للفوز برصيد ست مباريات خلف ريال مدريد الذي حقق الفوز في 10 مباريات وبرشلونة الإسباني الذي حقق الفوز في 7 مباريات. وأصبح النادي الأهلي هو الفريق الأكثر خوضاً للمباريات في كأس العالم للأندية بعدما لعب الأهلي 18 مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 16 مباراة، ويليهما في الترتيب ريال مدريد الإسباني ب12 مباراة ومونتريال المكسيكي بالرصيد ذاته، ثم باتشوكا المكسيكي ب9 مباريات وبرشلونة الإسباني وكلاب أمريكا المكسيكي ب8 مباريات لكل منهما. وصل الأهلي للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البطولة، حقق في 3 منها 2006 و2021 و2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي المرة الرابعة نسخة 2012 احتل المركز الرابع. عدد اللاعبين الذين مثلوا الأهلي في تاريخ البطولة 71 لاعبا، وارتفع عدد لاعبي الأهلي الذين أحرزوا أهدافا في البطولة إلى 9 لاعبين، وهم محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف، يليه فلافيو أمادو برصيد 3 أهداف، وعماد متعب وياسر إبراهيم بهدفين وهدف واحد لكل من السيد حمدي وحسين الشحات ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمرو السليه.